برجك يقول منو فينا ما يحب الشهرة؟ والله في 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 ما نبي نبالغ، في ناس كلش ما تحب الشهرة، وهي الشهرة يمين وهم يسار، لكن هذا ما يمنع ان كل برج اكيد مشهور بشغلة تعني، وممكن ان انت تروح حق هالبرج لانه هو مشهور بهالشيء، يعني عندك رفيج ولا عندك تروح له تقول والله لانه هو راح يحل لي هالموضوع او هو مشهور بهالشيء. اليوم راح نتكلم عن شهرة كل برج، وكل برج يقول عن الثاني. احنا قلنا بنحسن علاقتنا بالحمل، صح ولا لا؟ بنحاول كثر ما نقدر، فالحمل موضوع عندك، كونك انت مشهور عند الابراج كلها ان انت دائما مسيطر على الناس اللي حولك، عشان كذي الكل يحبك، عندك جاذبيه خاصه فيك، وهذا اللي قاعد يميزك عن باقي الابراج. اما نروح حق الثور الطيب الجميل، يا طيب القلب وينك، يا زينك يا ثور ويا حلاتك، جاذبيتك هي اساسا شهرتك عند الابراج، دائما يكون عندك هدف، وعشان كذي اذا حطيت شيء في بالك تقدر توصل له بسهوله. ليش؟ لان تقدر في لسانك وكلامك المعسول تدش قلوب الناس كلها، وهذا اللي انت فالح فيه وشاطر بعد فيه. جوزاء، شوف عاد، غير ان احنا بنحسن علاقتنا بالحمل، هم بنحاول احنا نحبب الناس فيك، يا حليلك ما يخالف، انا متفائلة ان هالسنة انت راح تكون وايد زين، على كثر ما ان عندك مؤهلات وايد ممكن تخليك مشهور، لكن بعض المرات انت قاعد ضيع حبيدك، شخصيتك ترى مميزة، وايد ناس يحبون يكونون يمك وحوالينك ويعيشون مغامرة وياك، كل اللي عليك بس ان انت تكون مغامر من نوع اخر وتستغل هذه الشهرة لصالحك. السرطان، أعتقد مبدئك في الحياة أو سبب شهرتك عند الأبراج منطقي جداً ويناسب شخصيتك، لأنك أنت تؤمن دائماً بالمقولة اللي تقول أن أقل المؤثرين أفضل بكثير من أن تكون عندك وايد ناس مؤثرة في حياتك، عشان كذي أنت تنقي الناس نقوة أن يكونون في حياتك، وبالنسبة لك الناس القريبة هي اللي ممكن تثق فيها، وبالنسبة لك هذا اللي قاعد يخلي الناس يحبونك. الأسد، عايزنا واحنا نقول كاريزمتك ما لها حدود، والناس تحبك وتعشقك لان انت راعي شخصيه قويه، عشان كذي بالنسبه لهم انت مشهور بالفطره وما في اي شيء ثاني ممكن ياثر عليك، وايد سهل ان تسلط الاضواء عليك، مجرد ما انت تدخل مكان راح تثير الاعجاب والناس راح يقولون اشكاره برج الاسد. اني حق العذراء، شنو نقول عن العذراء؟ تخيلوا ان العذراء من الابراج اللي يحب يعيش حياته بطريقته الخاصه، ما يشوف الناس اللي حوالينه ولا يهمه اصلا اذا كان هو قاعد ياخذ الموافقه او الناس متقبله اسلوب حياته، بالنسبه له اللي يشوفه مناسب له هو معناته مناسب، ما يهمه راي الناس، عشان كذي انت مشهور ان انت تعيش حياتك دائما بطريقتك الخاصه. اني حق الميزان، الميزان انت معروف عنك عندك الكفتين، فمره تكون فوق ومره تكون تحت، كاريزمتك وحضورك وايد عاليين عند وايد من الابراج، عندك الميزه ان انت تقدر تخلي الشخص اذا بيحبك تصعده فوق سابع سماء، واذا ودك انه هو يوخر عن طريقك فانت راح تبين اسوأ ما فيك، بالنهايه انت كاريزمتك هي اللي فعلا قاعد تكون طاغيه. اني حق العقارب، يما منكم يا العقارب، ماكو شيء يعني اللي بقوله الحين يعني ممكن ان احد يخالفني فيه، لان انت شخصيتك غامضه وهذا سبب شهرتك بين الابراج، ما تحب الظهور ولا انك انت تعلن عن امورك الخاصه، تعبنا وعيزنا منك، دائما تحاول كثر ما تقدر ان تحدد الشخصيات اللي تكون في حياتك، عشان كذي تكون وايد حذر وحريص بمنو ممكن يكسب ثقتك، وعاده ما تعطي الثقه وايد للناس بسرعه. القوس قوسك، يا حبي لكم والله، يا زينكم زينة وما في أحلى منكم، الشخصية المميزة والروح الحلوة والخف الطينة كلها عندكم، حب كبير لك لما نيجي الموضوع حق الشهرة، الشهرة تحبك وانت تحبها، مستحيل مستحيل تتواجد بمكان وما تملك قلوب الناس وتلفت الأنظار بشخصيتك، برافو يا قوس. نروح حق منو؟ حق الفلة الوردة المنورة، حق العسل والقشطة كلها والسكر. برج الجدي، شو أقول عنك وش أخلي؟ شخصيتك قوية، فنان فنان بالسيطرة، ما تسعى للأضواء أبد، تدري ليش؟ لأن أنت أصلاً الأضواء تيلك تدبي دبي، ليش؟ لأن أنت سبب الشهرة كلها والأضواء، شخصيتك خيالية ودائماً دائماً تعتبر الزعيم في كل مكان تروح له. الدلو، دلو شلونكم؟ من أشهر الأبراج اللي موجودة في السوشيال ميديا، إن شفت شخص متجدد بالشكل والمضمون ويبحث عن دائما خيارات متميزة على طول راح تعرف إن أكيد 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 هذا برج الدلو.
آخر أبراتنا لهذا اليوم برج الحوت، يعني حوت ليه متى؟ عاطفي ودائما مشاعرك هي اللي تقرر عنك، ودائما بتسبب دراما كوين عند كل اللي حوالينك. شخصيتك دائما تخليك انت بالمرتبة الاولى، ورغم ان الشهرة والاضواء ممكن تحطك تحت الضغط، ودائما انت يعني بودميع نقول عنك من ضمن الابراج، لكن هذا ما يمنع ان دائما حضورك طاغي وتملك افكار ابداعية. بس وخر شوية عن الدراما كوين، وانت بخير وسلامة. هذه كانت أبراجنا اليوم، كل واحد مشهور بشيء، وعاد انت حظك نصيبك بتفتش أمورك ويا البرج الثاني، ولا ما يفرق معاك وبتقول والله مشكلته مو مشكلتي. لكن الأبراج كلكم مميزين، ويا حتى من قلبي حسيت شي، بحس حتى من قلبي. صح قبل أن نختم أبي أقول لك شغلة. يمكن أمس طلع الخبر وشفناه كلنا، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وقعت عقد مع مبادرة كويت كوميوت اللي هي هاشتاج الباصوينة، الكل يعرفها طبعا، جاسم العوضي اللي ماسك المبادرة وشغال عليها على موضوع محطات الباصات إن شلون تكون مرتبة وحلوة عشان يشجع استخدام وسائل النقل العامة. فوقعوا وياه عشان يمولونا حق 4 محطات حق الباصات أكثر من مكان بالكويت. صراحة برافو من الطرفين، جاسم العوضي فكرتك وايد قوية، أتمنى أن تستمر فيها، وأيضا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي طبعا يعني بفريقها أجمع والدكتور خالد الفاضل تحديدا على اللي قاعد يسوونه ويمولون مثل هذه المبادرات. الله يعطيكم العافية، شيء الواحد صراحة يفتخر فيه. أتمنى أن بقية الهيئات والمؤسسات الحكومية يعني يتخذون نفس السياسة. والله إحنا أول شيء نشيد ويعني ونصفق حق جاسم، إنه فعلا كان من الأوائل اللي قرر إنه يسلط الضوء على موضوع المواصلات العامة، وحب إنه فعلا الناس كلها تعيش هذه التجربة، وشاف إن المفروض النقل العام يكون على مستوى أفضل من كذي. فاليوم إحنا نشوف مثل هالمؤسسة تبادر وتحط إيدها بإيد جاسم، برافو عليهم. إن شاء الله نشوف مبادرات من جهات أخرى، لأن المشروع جميل ولازم يكون موجود من زمان. صح. فنتمنى نشوف هالتقدم في المجالات الأخرى، وقواهم الله، وكل مجتهد نصيب إن شاء الله يا رب يكون متفق. عاد أنا بروح، أنا جهزوا. والله ودي أجرب الباص. والله ودي أجرب التجربة هذه. أنا أفضل شعب يحب الباصات، أقوى شعب يركب الباص. أيوة دائما بالقول والفعل نركب الباص، لكن هالمرة بدنا نعيش تجربة إن نركب فعلا باص ونشوف جمال الكويت. كذي نقول قفال. قفال. شلون اليوم؟ لا تجربة وايد جميلة. لا. أحلى بوايد مما توقعت. مثل ما قال لك عزيز، أنطرك الخميس وتقولي وأشوف أجواءك يوم الخميس. عمر القصاص، وايد استمتعت اليوم معاك، نغم الصباح تغير اليوم بستايل جديد. شكرا روان مرزوق يعني طلوب. كنا معاكم خلال هالساعتين في نغم الصباح، أنا روان مرزوق وأنا عمر القصاص هزار وعزيز، يقول لكم نتمنى لكم يوم سعيد. Enjoy your Sunday.